شابات اجتمعنا في هذه الغرفة الصغيرة لهدف واحد هو تغيير واقعهن. زليخة التي تتكون أسرتها من 15 فرداً انضمت لدورة الخياطة أملاً أن تغير واقعاً صعباً ورغبة منها في إعانة أسرتها. والله قبل كانت بس أخوي يشتغل في البيت وأبوي كان ما يشتغل وكان أخواني صغار. أنا كنت عمري يعني يمكن 10 سنين أنا اشتغلت في الصالون وكنت أساعد حتى يعني درست. أنا كنت أشتغل ومن هالبيزات يعني كملت دراستي وها وكنت أساعد حق أمي وأخواني وها. مشغل متكامل لتعليم الخياطة في مركز الإحسان الخيري في عجمان يهدف إلى إكساب هؤلاء الفتيات والأمهات مهارات جديدة يعتمدن من خلالها على أنفسهن، كما تسهم في تعليمهن مهنة قد تكون مصدر رزق لهن إذا تم إتقانها. أحسها هي باب رزق يعني جيد مثل ما تقول الإنسان، وأنا واحدة من الناس يعني أنا من واحدة الناس اللي مرت بظروف صعبة بحيث اعتمدت على الماكينة، والحمد لله أولادي لا إله إلا الله تخرجوا جامعات وتزوجوا عن هالطريق هذا والحمد لله والشكر. أنا عندي شغف في الأزياء ويعني أحب أكون يعني مصممة أزياء، ولقيت يعني هذا المعهد واشتركت فيه والحمد لله استفدت وايد أشياء. للحين عندي شهادة وعادي أخيط فساتين حق اللي حال أي شيء الحمد لله. استمرت زريخة في مشروع حياتها بتشجيع من مدرستها حفظاً لكرامتها من ذل السؤال وتأمين مصدر تنموي ثابت يشكل بديلاً عن الإغاثات المؤقتة. ولا شجعها قال لها يا أختي بدل ما أنت توقفين يمكن اليوم أنا أقدر أنطيش المساعدة صح ولا عن طريق المركز، يمكن بكرة ما تحصلين هالمسألة، بس أن تكون المهنة بإيدك لا تكوني خلاص أنت تكوني مكتفية ذاتياً يعني وأنت تعتمدين على نفسك. كانت الخياطة بوابة لها نحو تحقيق مشروع حياتها، فوقفت يدا بيد مع أسرتها للبدء في مرحلة جديدة. نأمل أن تكون لها نجاحا ولغيرها عبرة لمن اتخذ من اليأس ملاذا. لصباح الخير يا عرب، عمر ركابي. مشاهدينا نرحب بسيد عبد الله محمد الجعدي مدير إدارة التطوير وتنمية الموارد مركز الإحسان الخيري، ويسعد صباحك سيد عبد الله. صباح الخير أيضا لمنى الهاشمي خريجة من معهد الإحسان للخياطة والتطريز. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا فيك سيد عبد الله. أول شيء كيف أنتم كمركز إحسان كيف ممكن تشجعوا الشابات سواء على البحث عن فرصة عمل أو حتى تعلم شيء جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن في مركز الإحسان الخيري نرعى النساء والأطفال، وبدأنا من حوالي سنتين نعمل على إيجاد فرص تستطيع الأسرة من خلالها أن تكتفي ذاتيا، وعملنا تحت شعار إخراج الأسرة من الحاجة إلى الاكتفاء، لأن وجدنا معظم المؤسسات أو الجمعيات أو المحسنين يعملوا عملية إغاثة تحل مشكلة اليوم لكن الغد ومستقبل الغد هذا الأسرة ستظل تعاني. وبدأنا بشيء اسمها مشاريع تنموية، وعلى أساسها أول مشروع والحمد لله وأتى نتائج يعني شجعتنا أن نستمر في مشاريع جديدة. معهد الإحسان للخياطة والتطريز هذا معهد انطلق منذ سنتين أو سنة وثمانية أشهر تقريبا، أربع دورات إلى الآن، ثماني متخرجة، الكثير منهم بدأوا يساهموا معنا. بدأنا بواسطة المركز، إحنا فقط عبارة عن مساهمين في عرض المنتجات وتسويقها وأيضا تواصل مع الجهات في الفعاليات والمهرجانات لهذه الأسر أن تكون متواجدة. وبعض هذه الأسر وصل دخلها في الأسبوع إلى 8,000-9,000 درهم. الحمد لله. وهذا وهذا هو المشاريع الذي نعمل عليها مستقبلا. نعم. هذا هو الحل. عشان نشرح بس عفوا على المقاطعة، الآلية بالتحديد أنتم تقومون بتدريب الموجودات معكم ومن ثم هم يشتغلون على مجموعة من التصاميم ومجموعة من مثلا الألبسة، هل أنتوا اللي تنتجون لهم كل شيء وبعدين تعرضون لهم المعروضات اللي في معرض؟ يعني يحتاجوها حتى في الأثناء؟ لا، إحنا نوفر لهم أولا مسألة التدريب، ندرب ثم في نهاية الدورة تصرف لكل متدربة مكانة خياطة لتنتج في بيتها. ممتاز. الخطوة الثانية أنه عندنا فريق تسويقي للنزول إلى الماركتينج وعمل بعض الأوردرات والرجوع إلى هذا الأسر لتنتج. جميل. ويرجع العائد كاملا للأسرة مباشرة. أيضا من الأشياء الذي المنتجات هذه تنتجها الأسر، احنا بواسطة المركز المشاركات في فعاليات او يعني تسوقات مراكز تجارية لعرض هذه المنتجات
وتعود للأسرة أيضا مباشرة. هذه المساهمات حقنا حاليا. المشروع الذي هو الآن وأيضا هذه دعوة من هذا المكان لكل المحسنين يساهموا معنا، أنه أحد المحسنين تبرع بمكان كبير على أساس أنه ينشئ مشغل خياطة، وأن هذه المتدربات الثمانية متدربات جدها المكان أنها تنتج، ونستطيع أن نسوي يكون عندنا ماركتينج بشكل جيد. الملاحظة الثانية، وجدنا أنه معظم الشركات والمؤسسات والهيئات اللي نزورها ونقول لهم بفكرة مشروعنا يتجاوبون معنا بشكل كبير، لأنه الحمد لله نحن ننتج ونضمن للناس جودة المنتج، سعر المنافس، والخدمة المتميزة، وفي الأخير الربح الذي حيعود لو كانت شركة خاصة حيعود لأشخاص، أما هذا يعود لأسر وبتبدأ حياتهم تتغير. الله يجزاكم خير صراحة. هذا يعني عمل بالمثل القائل لا تعطيني سمك علمني كيف أصيد، لأن الموضوع مجرد وقتي ولكن هو على المدى البعيد. منى خبريني كيف التحقتي بالمركز وإيش اللي استفدتي وتعلمتي؟ طبعا البداية يعني المركز هو كان معهد، ما كان عندي علم إنه في كان معهد لإحسان الخيري. من البداية أنا كنت أحب أخيط، يعني كنت أحب أسوي، فما كان عندي فرصة أني أنا أروح مكان، ولا ما كان عندي إمكانية كافية لو أروح أتسجل في أي معاهد للخياطة. فيوم من أنا تسجلت الحمد لله، طبعا أنا من الأسر المسجلة للمركز، وطبعا التسجيل الدورة طبعا ما راح أصرف فيها شيء يعني عادي، وطبعا الحمد لله حصلت الإمكانيات كلها متوفرة في المركز من حيث الأدوات ومن حيث المكان، وطبعا نحن حريم ونبى مكان يعني خاص فينا. تاخذوا راحتكم فيه؟ اي نعم، كل شيء موجود الحمد لله. تخرجتي؟ وتخرجنا، وطبعا الحمد لله من اول اسبوع طبعا راح المدرسة تبدا بتعليمنا كيفية استخدام المكائن وصيانتها، كلها يعني خلال اسبوعين نحن بننتج الأشياء الموجودة. طبعا الكافستان هذا انتم ما تتصورونه خلال اسبوع تخيط. حلو. بس فقط خلال اسبوع. هذا من انتاجك انت شخصي منى؟ اي نعم. لا انا مو بهذا، هذا أنا. هذا الفستان. اي نعم. حلو. يعني هذا خلال اسبوع، اللي تشوفين تقولين يمكن مشترتنا من الماركت ولا شيء، بس انت لو تشوفين جودة الخياطة خلال اسبوع اسبوع ثلاث ايام قول انت انت خلصتي 10 ايام، ولا وجودة عالية مبين علي يعني. اي الحمد لله، طبعا المدرسات الحمد لله يوفرون لنا كل شيء، ويعني اتمنى حق كل وحدة يعني ان هي تفكر ان هي تبى تروح مركز الإحسان موجود بصراحة، يعني هذا اسم ومسمى. حلو. هذه دعوة عامة إذن موجهة للجميع، لكل موجهة واحدة فعلا محتاجة لفرصة عمل أو محتاجة تتعلم شيء. إيه نعم، مو باب رزق يعني حق يعني في ناس صح. يعتمدون على الخياطة لكن ما عندهم الإمكانية صحيح إنهم يعني حتى تكنيك. المركز يوفر مكينة، يعني المكينة تعرفين قيمتها كم في السوق، يمكن الوحدة ما تقدر تشتري صح. طبعا هاي هدية للمركز للطالبات، وهذا باب رزق، ونفس الوقت يعني الواحد يتابع مشواره اكيد. وهذا استاذ عبد الله، احنا قبل لا نختم نبي نعطيك 30 ثانيه واكثر بشوي توجه رساله عامه اللي يدور في بالك لكل مشاهدي صباح الخير يا عرب، توجه كدعوه من مركز الاحسان الخيري. انا رسالتي انا يعني السعاده اللي نحن نكتسبها والقوه الذي ناخذها هي مما نشاهده أكيد. من نجاحات او سعاده ندخلها على الاخرين. انا ادعو كل المحسنين وكل الخيرين وكل الجمعيات الخيريه ايضا ان تتجه جميعا الى انها نحن نخرج نعالج مشكله الفقر، وليس ظواهره، واكبر معالجه هي ان نتجه الى ان نعلمهم صنعه ومهنه. وفي هذا المكان وهذا المناسبة أدعو إلى أن مركز الإحسان اليوم عنده مشروعين عملاقين، وأتمنى من يرعاهم. المشروع الأول مشغل الخياطة كما خبرتكم، وأيضا المشروع الثاني كلية الإحسان التقنية، ويكون فيها 5 تخصصات: المجال الكهربائي، المجال الإلكتروني، مجال البناء، مجال الهندسة السيارات وكل أنواعها، ومجال الفرنتشر أو مجال الديكورات وغيرها. إن شاء الله هذه تستطيع خلال سنة واحدة أن يكون عندك فرصة أنك تجد في الحياة أنك تعالج مشكلتك. أكيد أهل الخير ما راح يقصروا ما شاء الله. أكيد والله يعطيكم الصحة والعافية. يعطيك ألف عافية، والله يجزاكم خير يجعلها بميزان حسناتكم إن شاء شكرا الله. لك أستاذ عبد الله محمد الجادي مدير إدارة تطوير وتنمية الموارد مركز الإحسان الخير، وأيضا منى الهاشمي أحد خريجات معهد الإحسان للخياطة والتطريز. يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم.